السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لما التحق ترقية البرد كخادمة بمنزل احدى العائلات الثرية بفاس لم تكن قد تجاوزت 8 من عمرها، كان ذلك في العام 94-900 و1000. كان والداها اللذان يسكنان في قرية بأطراف فاس يعانيان الفاقة، وكانت هي كبرى أبناء وبنات الأسرة، وقد اضطر إلى تسليمها إلى تلك الأسرة لقاء مبلغ مالي كان يحصلان عليه كل شهر. في ذلك المنزل وسط زحمة من الخادمات كبرت الفتاة، في ذلك المنزل تفتحت ملامح أنوثتها، ومنه انتقلت إلى بيوت أخرى وعائلات أخرى. كان جمالها يثير الانتباه ولم تسلم، ومع الوقت صارت تستسلم لمن يريدها، لعلها رأت في الاستسلام وسيلة لحماية نفسها ربما. في العام 2004 التحقت بمنزل علال البدوي في دار دبيبغ بفاس، هي الآن شابة في 18. كانت الأسرة تتكون من علال البدوي، وكان رجلا ستينيا، وزوجته زهرة. منذ الأيام الأولى لاشتغالها عند هذه الأسرة الثرية علمت رقية أن ربة البيت درجت على التخلص من كل خادمة عندما تلاحظ أن زوجها صار يهتم بها أكثر من اللازم. هي كانت تعلم أن علال رغم سنين العمر التي يحملها على كاهله لم يفقد ميله إلى الشابات من النساء. في الحقيقة سبق لزهرة أن ضبطت زوجها متلبسا، وكانت تعلم علم اليقين أنه صياد ماهر إذا ما وضع إحداهن نصب عينيه. بدت رقية وقد استوعبت الدرس على طريقتها، وقد قررت أن تستثمر تلك الأجواء لصالحها. في تلك المرحلة من عمرها كانت قد قررت أن تعمل المستحيل من أجل المال وإخراج عائلتها من دائرة الفقر والحاجة، وقد وظفت مهارتها في الطبخ لتجعل السيدة زهرة لا تستغني عنها بسهولة إن هي قررت الاستغناء عنها. وبدت زهرة زوجة علال البدوي بدت هي الأخرى وقد قررت أن تتعامل بحذر مع الموضوع. كان عليها أن تحتفظ بالخادمة الشابة الجميلة والاستفادة من مهاراتها، وفي الوقت عينه كانت حريصة على أن لا يظفر الصياد بطريدته. بعد أشهر كان على السيدة زهرة أن تسافر إلى الدار البيضاء لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها، وبما أن علال سيبقى في فاس لأسباب ترتبط بتجارته فإنها ارتأت أن تتخلص من الخادمة بطريقة لبقة. قالت لرقية أن تأخذ عطلة من بضعة أيام تزور خلالها والدتها وإخوتها في البادية، خاصة وأن والدها كان قد توفي منذ فترة ليست بالبعيدة. لم يكن أمام رقية إلا أن توافق، وقد حرصت زهرة على أن ترافقها إلى المحطة الطرقية حيث شاهدتها وهي تركب الحافلة التي ستقلها إلى قريتها. اطمأنت زهرة وذهبت هي لتركب الحافلة التي ستقلها إلى الدار البيضاء، ولكن حدث ما لم يكن في حسبانها. نزلت رقية من الحافلة ومضت تتجول في المدينة، وفي المساء عادت إلى المنزل. طرقت الباب، فتح علال، قالت له إنها نسيت أغراضا لها في غرفتها وتريد أخذها. سمح لها بالدخول وعاد إلى الصالون حيث كان يتابع مسلسلا تلفزيونيا. لم يدر كم مر من الوقت، ولكنه لاحظ أن الخادمة الشابة تأخرت في غرفتها، وبينما هو كذلك خرجت عليه وقد تزينت، لم تكن ترتدي شيئا. كانت موقنة أن الستيني سيقع في فخها، وكذلك كان. قضت تلك الليلة والليلة التي بعدها في فراش سيدتها. في اليوم الثالث قال لها علال إن زهرة ستعود من الدار البيضاء، ولكن رقية راوغت وادعت أنها أغرمت به وأنها تريد أن تمضي معه ليلة أخرى. لم يكن له من خيار، لقد صار الآن يداريها اتقاء الفضيحة، ثم أليس ما ينعم فيه من خيرات هو من أفضال زوجته عليه؟ في الصبح التالي طلب منها علال أن ترحل حتى لا تكون سببا في مشاكل. في تلك اللحظة ساومته،
ظن أنه سيختصر المسافة فأخرج من الخزانة 5000 درهم وسلمها لها. ألقت بالأوراق النقدية في وجهه وتبعثرت على الأرض. قالت إنها لن تقبل بأقل من 100,000 درهم، 10 ملايين سنتيم، وإنها إذا لم يمنحها ما تريد ستخرج عارية إلى البلكون وستصرخ بأعلى صوتها وتقول إن الحاج علال البدوي اغتصبها. وبينما كان يتساومان رن جرس الباب. امتقع لون علال، حسب أن زوجته قد عادت من الدار البيضاء. لما فتح الباب وجد ساعي البريد. عاد مسرعا إلى الداخل، كان ما يزال يرتجف. دخل غرفة النوم، فتح الصندوق وأخرج 10 ملايين سنتيم وسلمها لرقية. وضعت المال في حقيبتها ثم قبلته على وجنتيه. أغلق الباب وانهار على الأريكة. كان في قرارة نفسه يلعن اليوم الذي أبصرت فيه عيناه رقية. سافرت رقية إلى قريتها، سلمت أمها نصف المبلغ واحتفظت بالنصف الآخر. بعد أيام غادرت القرية وسافرت إلى طنجة. كانت عازمة على التعاطي للدعارة. اشترت ملابس أنيقة تظهر بها وكأنها بنت عائلة ثرية. كانت قد اكترت غرفة مفروشة في وسط المدينة، وكانت تفضل التعامل مع كبار السن. رأت أنهم يدفعون بسخاء. كانت كلما خلت إلى نفسها تحاول أن تجد تبريرا لما تقوم به في حرصها على مساعدة إخوتها على مواصلة الدراسة وإخراج والدتها من دائرة الفقر. بعد أشهر استطاعت أن تجمع قدرا من المال لا بأس به، ولكنها لاحظت أن تحركاتها مراقبة من أشخاص حسبتهم من رجال الشرطة. أدركت أنها لم تعد نكرة، ولذلك قررت أن تنتقل إلى مراكش. كان زبناؤها هناك من السياح الأجانب من كبار السن. ذات يوم وقع أحدهم في حبالها، فتن بجمالها ودفع لها بالعملة الصعبة. في تلك الليلة حصلت على أكثر من 3,000 دولار. في مراكش استطاعت رقية، وقد غيرت اسمها إلى مريم، استطاعت أن تكون ثروة. عادت مرة إلى قريتها، كانت تغدق بسخاء على أمها وإخوتها وأفراد آخرين من العائلة. بدت أمها وقد فطنت إلى أن رقية لا تأتي بمالها عن طريق الكسب الحلال. لمحت رقية إلى أنها ستترك الدعارة. فكرت في دخول عالم تجارة المخدرات، وقد وجدت في خال لها هو عبد السلام العطار خير معين في مشروعها الجديد. كان الرجل فلاحا بسيطا يغط في لباس الفقر. اقترحت عليه أن تدفع له ثمن الحصول على رخصة السياقة. كانت تلك خطوة أولى في مشروعها الجديد. اختارت أن تتخذ من مراكش مكانا لترويج تجارتها الجديدة. نقلت إلى الحمراء أسرتها. كانت قد اشترت لها بيتا في أحد الأحياء الراقية. توارت عن الأنظار، وصار الخال عبد السلام وكيلها في الاتصال بمنتجي الحشيش في كتامة. لاقت التجارة رواجا. كان عبد السلام يتولى استقدام البضاعة وتوزيعها على باعة التقسيط. بعد فترة ظهرت لرقية فكرة جديدة. صارت من بين المتبرعين الدائمين لإحدى الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بل إنها صارت ضمن الفريق الذي يتولى تدبير شؤون تلك الجمعية. واشترت سيارتين لنقل المعاقين، تم تجهيزهما بكراسي خاصة. ومن حين لآخر كانت تنظم للأطفال المعاقين حركيا رحلات في المغرب. كان خال رقية يتولى قيادة الرحلات التي تكون وجهتها المناطق الشمالية. كانت تمثل له فرصا يشحن خلالها أكبر قدر ممكن من الحشيش. وكان وجود المعاقين واسم الجمعية الخيرية المكتوب بالحجم الكبير على السيارة يقيه التفتيش في حواجز الدرك أو الشرطة أو الجمارك. كانت الجمعية قد وظفت سائقا آخر وكان شرطيا متقاعدا. كان الرجل يظهر حبا لعمله وتفانيا في خدمة الجمعية. ذات مرة بينما كان ينظف السيارتين عثر على بضع حبات من بذور نبتة الكيف وبضع وريقات من النبتة تحت كرسي من كراسي السيارة. حسب أنها علقت بقدم أحدهم، ولكن اكتشافه تكرر. لما أبلغ رقية افتعلت حالة غضب وقررت فصله عن العمل بعد أن منحته تعويضا ماليا مهما.
وبينما أبلغ الشرطي السابق مصالح الأمن، وبينما صارت تحركات رقية وخالها وسيارات الجمعية تحت المراقبة، ذات مرة وقع الخال عبد السلام في الفخ. كانت السيارة التي يقودها محملة بالحشيش. برأ رقية ولم يجد المحققون ما يثبت تورطها. قررت وقف نشاطها. كانت قد وظفت أموالا هامة مما حصلت عليه في شراء شقق ومنازل في مراكش كتبتها باسم أمها وإخوانها. كان الذكور من إخوانها قد سافروا إلى الخارج لإتمام الدراسة، وكانت البنات في سن الزواج. اطمأنت رقية عليهن. هي الآن في الأربعين وقد صارت تصطاد الشباب. سقطت في حب أحدهم وبدأت مغامرة جديدة في تجارة المخدرات، المخدرات الصلبة هذه المرة. لم تكن تدري أنها بالرغم من انتقالها إلى أجدير كانت تحت المراقبة. في يوم صيفي غادرت أجدير رفقة عشيقها. كانت في غفلة منها قد اشترت كمية هامة من المسحوق الأبيض الكوكايين وألصقتها بأسفل جسمها. في حاجز على الطريق تم إيقاف السيارة الفارهة. فتشت ولم يعثر على شيء، وتم تفتيش عشيقها ولم يعثر على شيء عليه. نجت هي من التفتيش إذ لم يكن في أفراد الحاجز امرأة. ظنت أنها نجت. وبعد بضع عشرات من الكيلومترات كان هناك حاجز آخر في الانتظار. هذه المرة كان بين الدركيين امرأة. أيقنت رقية أنها لن تفلت هذه المرة. باحت لعشيقها بما تحمله على خاصرتها. قالت له أن يوهم الدركيين بالتوقف ثم ينطلق. كذلك فعل. لاحقتهم سيارة الدرك، وفي أحد المنعرجات انقلبت السيارة وهوت في منحدر سحيق. لما وصلت فرق الإنقاذ كان الرجل قد فارق الحياة، وكانت رقية في غيبوبة. نقلت إلى المستشفى. هناك لما جردت من ثيابها اكتشفت أكياس المسحوق الأبيض ملتصقة بأسفل جسمها. كان على الباحثين أن ينتظروا شفاءها لاستجوابها. يوم أفاقت كانت فاقدة الذاكرة، لم تعد تتذكر شيئا. أثبتت الفحوص الطبية أنها فقدت ذاكرتها. أمر وكيل الملك بحفظ الملف إلى أن يجد جديد.